مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك يوميا على النهار اليوم من الساعه 6 وحتى الساعه 7، ساعه كامله بنتناقش فيها في قضيه بتهم الشارع المصري بشكل كامل وبشكل واضح عشان نستنى فيها ارائكم المختلفه. من شهر 10 ومن حوالي شهر من بعد نهايه مباراه مصر امام بوتسوانا ذهابا وايابا اللي كسبناها بنفس النتيجه 2-0، من وقتها واحنا حاطين احتمالات وهي لو كسبنا منتخب السنغال هيحصل ايه قدام تونس، طيب لو تعادلنا قدام السنغال هنعمل ايه قدام تونس. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه نادرا لما كنت بتلاقي حد بيسال طب لو خسرنا من السنغال ايه اللي هيحصل. ده في تصفيات امم افريقيا 2015 اللي طبعا هتقام في غينيا الاستوائيه. ده اللي حصل، الاحتمال الثالث والاحتمال الاندر بالنسبه لكل المصريين هو اللي حصل، خسرنا على ارضنا للمره الثانيه امام منتخب السنغال على ارضنا بهدف دون مقابل، وبالتالي اصبح حلم التاهل لبطولة أمم أفريقيا 2015 مش مستحيل ولكن شبه مستحيل. أصبح الخروج هو اللي بيستنانا دلوقتي، إن إحنا أصبحنا لابد من الفوز على منتخب تونس، وبعد ما نفوز على منتخب تونس أو عشان نمشي بالترتيب كده لابد إن إحنا ننتظر نتائج الآخرين في المجموعات الأخرى. بعديها هتبقى آخر مباراة في التصفيات مباراتنا مع تونس عشان هي متأخرة جدا حوالي الساعة 10 بتوقيت تونس أو بتوقيتنا، فلازم نفوز بعد ما نستنى نتائج الآخرين، بعدها ربنا يسهل هل نوصل ولا ما نوصلش. النتيجة الصادمة اللي وقعنا بيها امبارح واللي حضر حوالي 50,000 متفرج في استاد القاهرة عشان يشاهدوا المنتخب ويأزروه، اتصدموا كلهم زي ما اتصدم ملايين المصريين أمام شاشات التلفزيون، وبالتالي أصبحنا على بعد خطوة واحدة بس أو على بعد 3 أيام من توديع البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وهي البطولة اللي بنحمل رقم القياسي في الحصول عليها. بنتكلم عن أزمة الرياضة المصرية، بنتكلم من وجهة نظركم عن مجموعة من الأسئلة عن مدى قدرة المنتخب المصري على التأهل، هل عندكم ثقة؟ هل عندكم تفاؤل إن إحنا لسه نقدر نكسب تونس؟ ولو كسبنا تونس ممكن نتأهل للبطولة؟ طيب، هل عندكم أي ثقة في استمرار الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب حالياً، خاصة إن التصريحات ما قبل المباراة بتؤكد استمراره إلى نهائيات أو تصفيات أمم أو تصفيات كأس العالم 2018؟ بنسألكم في حالة رحيل الكابتن شوقي غريب بعد مباراة تونس كما يقول البعض، مين البديل الأنسب؟ وأخيرا والسؤال الأهم اللي هتدور عليه حول حلقتنا النهاردة، من هو السبب في الأزمة التي تمر بها الرياضة المصرية؟ ما هو أسباب أو ما هي أسباب تراجع المستوى بشكل كارثي على كل الأصعدة وكل الأعمار في منتخباتنا؟ منتخب 95، منتخب 98، والمنتخب المصري الأول. يمكن اللي بقى لنا لحد دلوقتي بإذن الله ويستمر هو المنتخب الأولمبي اللي هينافس في الفترة المقبلة في تصفيات كروية. بإذن الله هنتكلم بالتفصيل، هنستنى آرائكم المختلفة على صفحتنا على فيسبوك رأيك بصوتك، وأيضا على تويتر النهار اليوم ورأيك بصوتك. هيكون معنا مجموعة من الخبراء والمحللين وآرائكم مهمة جدا من خلال أيضا أرقام تليفوناتنا المختلفة. بعد الفاصل في رأيك بصوتك على النهار اليوم، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وحلقتنا النهارده في رايك بصوتك اللي بنتكلم فيها عن الهزيمه الصادمه لمنتخبنا الاول امبارح امام السنغال في الجوله الخامسه لامم افريقيا او لتصفيات امم افريقيا 2015، اللقاء اللي استضافه ملعب استاد القاهره، ويتجمد بالتالي رصيد منتخب مصر عند النقطه رقم 6 من انتصارين فقط امام منتخب بوتسوانا كانوا ذهابا وايابا، اصبحنا في المركز الثالث ما بيناش سابقين الا منتخب بوتسوانا حصاله المجموعه. طبعا في الوقت اللي تأهل فيه المنتخب السنغالي وحجز التذكرة الثانية مع المنتخب التونسي اللي كان تأهل رسميا أمس الأول، وهما الاثنين خلاص وصلوا رسميا إلى أمم أفريقيا 2015. دلوقتي احنا لسه زي ما قلنا عندنا فرصة، ولكن الفرصة مش كبيرة. هنتكلم النهاردة عن أزمة الرياضة المصرية بشكل عام وأسباب
السقوط والتراجع حتى الآن بعد ما نشوف آراء الناس؟ سألناهم عن أسباب الهزيمة، سألناهم عن اقتراحاتهم بخصوص الكابتن شوقي غريب وجهازه الفني، ومن هو البديل في حالة إن هم شايفين إن لابد من التغيير. نشوف الناس قالت إيه ونرجع نكمل معاكم. يعني كان نفسي حتى لو اتغلبنا نتغلب يعني بصورة يعني أجمل من كده، يعني نلعب، يعني نلعب ومش مشكلة، النتيجة دي عند ربنا، التوفيق من عند الله. يعني الماتش سيء جدا، يعني التشكيل ما كانش كويس، هو ما عرفناش، يعني اداء كان ضعيف جدا. اي فرقه ثانيه احسن من مصر، وعيب قوي لما الجمهور يجي وما صدقنا ان في جمهور ويحصل كده. انما احنا كده خلاص، يعني من اول ماتشين والله احنا خرجنا اصلا. طالما خلاص احنا اعتبر طلعنا من التصفيات كده، ما فيش امل. يعني في قدامنا الكونغو والسودان، لو اتعادلوا واحنا نكسب تونس هناك في تونس، وده من ربع المستحيلات. زي ما عملوا مع برادلي، يعني الراجل كان ماشي كويس وكل حاجه، يعني جم اكلوه في وقت، يعني انا مع ضد، يعني انا ضد اقاله برادلي، بس لو تمشي كده شوقي غريب زي يمشي. شوقي غريب يعني بصراحه ضيع الحلم ده امبارح. اقول لك يمكن ولا 45 مليون مصري كانوا بيتفرجوا على الماتش ده امبارح. كل يعني الناس كلها باتت تعيسه بسبب شوقي غريب، لان هو اصلا احنا عايشنا في حلم، عايشنا في حلم جميل. طيب يعني البعض شايف ان طريقه الاداره او طريقه الاقاله عموما ما بتبقاش جيده، طبعا غير التعليق اللي سمعناه عن اداء المنتخب بشكل عام، ان حتى الخساره لو كانت جت مع اداء كنا ممكن ساعتها نسامح، ولكن الاداء نفسه ما كانش جيد. مش هنتكلم عن تصريحات الجهاز الفني، لان هي في الاغلب زي ما سامعين التصريحات كانت تبدو ان هي مستفزه للبعض فيما يخص ان دي افضل مباراه قدمها المنتخب خلال التصفيات والمباريات الخمسه. طيب ايه اللي بيحصل بره؟ ايه اللي بيحصل في الدول الاوروبيه لما بيبداوا ينشئوا النشء من وهم صغيرين عشان في يوم من الايام يبقى عندهم منتخب مش بس ينافس على صعيد القاره، لا كمان ينافس ان هم احنا في سنه كذا هناخد بطوله كاس العالم او هنوصل لدور الاربعه او دور النهائي في كاس العالم سنه كذا. ده بيتكلموا على بعد 10 سنين او على بعد 20 سنه، بيحطوا برامج للنشء. يمكن ساعتها بيكون عندهم منتخبات مواليد 95 ومواليد 98 ناجحه ان هي توصل لاعبين للمنتخب الاول اللي بيقوده مدير فني وقتها ينجح في ان هو يحصد الالقاب او يحقق البرنامج وهو على راس القمه وراس الهرم اللي كان في سلسله وفي مكنه ماشيه علشان توصل لحد الانتصارات. خلينا نعرف من خلال خبره الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين السابق في نادي الزمالك، وطبعا اللي ليه تجربه اوروبيه على مستوى العديد من الانديه وشاف ازاي بيتم التعامل مع الناشئين. كابتن احمد حسام ميدو ومساء الخير يا فندم. مساء الخير يا هاني. نورنا كابتن ميدو، وبقول لك هارد لك زي ما بنقول لكل المصريين بالخساره امبارح امام منتخب السنغال. طبعا يعني هي الخساره زي ما انت كنت يعني طبعا بتتكلم ان هي مش في النتيجه بس، لكن اكتر من الناس مشتاقه من الاداء، في صدمه من الاداء المنتخب المصري، خاصه ان احنا بنلعب على ملعبنا والمباراه كان لازم يعني نخرج فيها بنتيجه ايجابيه لو اردنا يعني الصعود لكاس الامم القادمه. فالصدمه من الجمهور من الاداء ومن النتيجه طبعا ومن التصريحات اللي بعد المباراه، سواء بان دي افضل مباراه لعبناها في التصفيات، لو دي افضل مباراه لعبناها في التصفيات فاحنا في مشكله كبيره، يعني معنى كده ان احنا كنا سيئين جدا. النقطه الثانيه استكمال الجهاز حتى 2018 التصريحات لاتحاد الكوره كانت مستفزة بعض الشيء، خاصة في توقيتها لدى جماهير الكرة المصرية. تمام. طيب كابتن ميدو، دلوقتي موقف الكابتن شوقي غريب ايه؟ يعني توقعنا ويمكن قرينا بعض التصريحات الصادرة منك ان شايف ان الموقف الامثل دلوقتي هو ان الرحيل الجهاز الفني بعد المباراة وبعد ما فقدنا يعتبر فرصتنا في التأهل الى امم افريقيا. على فكرة انا الكلام اللي انا بقوله ده موجود اوريدي في عقد كابتن شوقي غريب. يعني كابتن شوقي غريب في عقده موجود في ان هو اذا فشل في التاهل الى كاس الامم الافريقيه يعتبر العقد لاغي. هو نفسه قال الكلام ده بعد مباراه تونس اللي خسرناها في مصر. لا، والكلام ده احنا عارفينه من داخل يعني اتحاد الكره، يعني العقد نفسه ما في نص بند بينهي التعاقد مع الجهاز الفني الكامل اذا فشل الجهاز في التاهل الى كاس الامم. نعم. المشكله هذه ان احنا زي ما بتتكلم احنا ما خططناش صح للموقف اللي احنا فيه ده. كل البلاد حوالينا، كل الانتخابات اللي حوالينا بيخططوا للمستقبل باستثناء مصر. احنا باصين تحت رجلينا،
في كل تمام. حاجه سواء من اختيارات المدربين سواء من عدم تجهيز اللاعبين للمستقبل دي مشكله مشكله كبيره جدا لان احنا عندنا لعيبه كتير جدا عندنا مواهب جيده جدا يعتبر ان الجهاز الفني مشغول بيجيب كم اللاعبين المميز في هذا الجيل مش جيل واحد الحقيقه بين ثلاث اجيال بيلعبوا مع بعض. طيب كابتن ميدو هنتكلم اكتر يمكن بخصوص النقطه دي وبخصوص النظره وكيفيه تنشئه اللاعبين والاهتمام بمنتخبات الناشئين او بالانديه عموما ولكن يا ريت هنكلمك مره ثانيه لان دلوقتي حالا وقت اذان العشاء بعد الاذان مباشره هنرجع وهنكلم حضرتك لان رايك يهمنا جدا في النقطه دي فيا ريت تكون معانا. هنكمل معاكم مشاهدينا الكرام بعد اذان العشاء خليكم معانا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من رايك بصوتك. تعليقاتكم كتيره وصلت لنا الحقيقه وهنتابع اهم ما قلتوه في خلال التعليقات اللي بعتوها لنا او حتى مستنيين مكالماتكم ان اردتم. كان معانا الكابتن احمد حسام ميدو كنا هنبدا بقى نساله بخصوص النشأ وكيفيه الاهتمام بتكوين فرق في وقت من الاوقات ممكن تنافس المنتخبات المقبله خاصه ان احنا واضحين ان الفتره الحاليه فيها مشاكل عندنا في الرياضه المصريه بدايه من الفرق الصغيره مرورا بالفرق الاكبر حتى الوصول الى فريق المنتخب الوطني الاول اللي خسر امبارح امام منتخب السنغال بهدف دون مقابل. طيب لحد ما يرجع لينا مره ثانيه الكابتن احمد حسام ميدو خلينا نقول لكم ان بيحصل في كل دول العالم المتقدمه والمدارس الاوروبيه المختلفه فكره الاهتمام بان احنا خلال 20 سنه يعني فكره مثلا الخطط طويله الامد ان احنا خلال 20 سنه هنكون في التصنيف العالمي اول 10 فرق مثلا. دي بتكون من ضمن الدول بتحطها خطط معينه وبيعتمدوا ساعتها على خبراء في الكره او كمان على نجوم سابقين في الدوله الاوروبيه او الدوله عموما علشان تبدا تحط خطه وتبدا الخطه دي تنفذ بشكل معين السنه اللي جايه والسنه اللي بعد اللي جايه وكيفيه اختيار لاعبين من كل مرحله عمريه. احنا عندنا في مواليد 95 دلوقتي بعد ما ودعوا وبعد ما مش هيشاركوا اللي هم منتخب الكابتن علاء ميهوب مش هيشاركوا في بطوله امم افريقيا وبالتالي مش هيشاركوا في كاس العالم ودي لاول مره تحصل في تاريخنا اول مره تحصل في تاريخ مصر ان هم ما يشاركوش في امم افريقيا وبالتبعيه مش هيشاركوا في بطوله كاس العالم. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الفريق ده هيتسرح هيتم تسريح الجهاز الفني وهيتم تسريح اللاعبين دول مش هيتم وضع اللاعبين دول اللي هم المفروض ان هم افضل مثلا 40 او 50 لاعب في المرحله العمريه دي حول محافظات مصر كلها وبعديها يتم وضع اللاعبين دول في معسكرات ويتم اعدادهم علشان لما يوصلوا لمرحله المنتخب الاولمبي يبقوا جاهزين ان هم لعبوا حوالي مثلا 30 مباراه دوليه في المرحله العمريه اللي هم فيها يبقوا داخلين سابقين المنتخبات اللي سابقهم. طيب خلينا نكمل حديثنا بعد ما ينضم لينا هاتفيا الكابتن خالد بيومي الناقد الرياضي والمحلل الرياضي. كابتن خالد تحياتنا ليك. امس خير يعني زي كان حبيبي اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين وكل سنه وانت طيب ومصر كلها اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. كابتن خالد منتخب مصر امبارح خسر شايفين الرياضه المصريه واضح ان هي بتمر بمرحله غير مستقره راي حضرتك ايه فيما يخص منتخب مصر الاول حاليا؟ والله طبعا يمكن في ناس كتير جدا بتحاول شبه غريب المسؤوليه وانا في اعتقادي ان هو احنا من بعد كاس امم افريقيا الثالثه احنا عندنا افلاس كروي نعم لازم معنى ان احنا عندنا اصابات كثيره جدا عندنا اقافات كثيره جدا عندنا كمان مستوى لاعبين اقل بكثير من المستوى السابق يمكن انت كنت بتتكلم على ان يلف كل المحافظات لاستخدام لعيبه ولكن اللاعب منتخب غير لاعب الانديه وتصور دي النقطه. النقطه الثانيه طبعا في افلاس كروي حتى في المنتخبات الصغيره افلاس كروي في اداره التحكم والتقدم المصري افلاس كروي في الرياضه المصريه كلها بالكامل من اللجنه الاولمبيه الى اقل عامل في الرياضه المصريه كل ده لا يتحمله شعور غريب لوحده عشان ما نبقى منصفين. المنتخب لن يستعيد حيويته الا بان تعود بطوله الدوري بشكل مستمر دوري قوي منتج يفرز مجموعه من اللاعبين الاقوياء اللي عندهم استعداد يكونوا على اقوى ما يمكن بالنسبه للمنافسات الافريقيه الخارجيه. طيب كابتن خالد ما احنا كان عندنا دوري السنه اللي فاتت وعندنا دوري السنه دي السوق اللي بتاع الصغرى
كان عندنا دوري السنة اللي فاتت وعندنا دوري السنة دي شغال، ففي لاعبين بيظهروا بيختار منهم الكابتن شوقي غريب. يعني ما عاوز اقول لك كمان يعني حتة الدوري، انت لو جبت ريال مدريد وبرشلونة من غير جمهور اعتقد ده اثر كتير جدا على مستوى ريال مدريد وبرشلونة. لما تلعب دوري بالكامل بالكامل بدون جمهور، حتى بدون 3 4000 متفرج، ومره واحده تلعب امام لاعبين ما عندهمش الخبره الدوليه الكافيه، ومباراه حساسه او مصريه او منتخب كبير زي منتخب السنغال ب 30 40000 متفرج، بعد ربع الساعه الاولى يخش فيهم هدف يحصل هرج ومرج في المدرجات على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، اعتقد ان ممكن ياثر بشكل كبير. كره القدم مش اداه 90 دقيقه، كره القدم زوايا كتير جدا، يعني كره القدم منعطف بالنسبه لكل الانديه المصريه. لابد من اداره اتحاد كره القدم المصري تكون اقوى من ذلك، وزاره الشباب نفس الموضوع، اللجنه الاولمبيه نفس القصه، الموضوع لا يتحمله شوقي غريب. وعلى فكره انا يمكن كنت بحمل شوقي غريب قبل كده مسؤوليه المباراه بتاعت تونس والسنغال السابقه اللي هم الاولى والثانيه، وانا في الوقت الحالي من يطالب ببقاء شوقي غريب مره ثانيه وثالثه ورابعه للاستفاده من امكانياته وخبراته، والاستفاده كمان ان هو ياخد وقت اكثر لتكوين منتخب قوي يقدر يسعيد امجاده في ظل افلاس اداري كبير جدا على مستوى المنتخبات واداره كره القدم في مصر. الافلاس الاداري الحادث حاليا بمعنى ايه؟ معلش يا استاذ هاني، انا في خط القطع، انا في طريق ماتش كرواتيا ايطاليا وكرواتيا، فمعلش انا اسف يعني. نعم مش مشكله، يعني هل يعني قادرين نكمل المكالمه ولا حضرتك حابب تقفل؟ لا مع حضرتك. تمام مع حضرتك. تمام طيب، حابب اسال حضرتك يعني بما انك حاليا هتحضر مباراه ايطاليا مع كرواتيا والمنتخبات والدول الاوروبيه المختلفه، في كيفيه عمل خطط معينه علشان في وقت من الاوقات يبداوا ينافسوا في البطولات القاريه او البطولات العالميه؟ يعني لو خدنا على سبيل المثال ايطاليا باعتبارها دوله اوروبيه في على الصعيد الكروي متطوره جدا، فبيفكروا في ايه او بيعملوها ازاي او بيعملوا برامج من النشأ علشان يوصلوا لمنتخب اول قادر على المنافسه، بيبداوا ازاي؟ لا احنا هناخد التجربه الالمانيه ده قبل كل شيء. يمكن التجربه الايطاليه يمكن يعني الى حد ما عندها بعض المشاكل في الوقت الحالي، يمكن مشاكل ماديه اللي مأثره على منتخبات كتير جدا، وخاصه ان بيتكلموا في الوقت الحالي على وجود استادات وملاعب لكل الانديه الايطاليه حتى يتناسب مع العصر ويواكب العصر ويواكب كمان الفرق الايطاليه باستثمار في كره القدم. احنا ما عندناش استثمار في كره القدم حتى الان، الدوله المصريه لا تعتمد الرياضه وكانها رياضه استثمار، هي لعبه بيلعبها الجميع فقط لا غير. يمكن الجماعة قليلين جدا في مصر في مقابل 90 مليون، عشان كده عندما تتذكر الدولة المصرية أو وزارة الرياضة شمال الرياضة المصرية أو الحكومة المصرية بمن فيها بمن عليها أن كرة القدم أصبحت رياضة واستثمار، من الممكن أن تكون اقتصاد أول واثنين، من الممكن تكون جاذب سياحي، جاذب أمني، من الممكن تكون مرآة حقيقية للكرة المصرية أو للرياضة المصرية، أعتقد بيتحول الفكر بتاع عامل غرف الملابس، لاعب كرة القدم، الإداري، المدرب، اللعيبه، كل المنظومه بالكامل، حتى المتفرجين، حتى المشجعين اللي قاعدين في الملاعب، سيتحول الفكر بتاعهم الى فكر استثماري بحت، وهذا لم يحدث في الدوله المصريه. فعشان لا نحاسب الجماهير ولا نحاسب من يخطئ في مباراه او اثنين او ثلاثه، لابد ان نحاسب الدوله بالكامل على اخفاق في 3 سنين. صحيح دخل علينا ثورتين، الثوره الاولى 25 يناير والثوره الثانيه 30 يونيو، ولكن في النهايه هناك دول اخرى عندها ثورات، واعتقد انها بتلعب كره قدم ووصلت الى بطوله كاس افريقيا. عشان كده انا بقول لك ان عندما تتذكر الدوله المصريه ان كره القدم او الرياضه المصريه هي استثمار، اعتقد ممكن يتغير الفكر بالكامل من اتحاد ضعيف هزيل لا يقوي او لا يستطيع ان يصل باداره كره القدم الى المستوى العالي، مع وزاره شباب الرياضه لن تجد اتحاد اضعف من هذا حتى تتحول الى قوه حقيقيه، اعتقد ان كل الامور دي ممكن تحول من كره القدم والرياضه المصريه. تمام طيب كابتن خالد، يعني في وقت من الاوقات تم اختيار حضرتك بالاضافه لبعض الاعضاء الاخرين في لجنه سميت بلجنه تطوير الكره المصريه داخل اتحاد الكره المصري. كانت البرامج اللي ممكن يتم وضعها ايه؟ ان احنا نحول الرياضه المصريه لاستثمار وبالتالي يبقى فعلا بننتج عنصر قادر ان هو يرتقي بالرياضه المصريه. بص احنا عملنا منشور تطوير بالنسبه لكره القدم المصريه من الملاعب للانديه لكل شيء، وهذا متواجد كمان في داخل ادراج اتحاد كره القدم المصري، والاستقاله كانت استقاله لاسباب شخصيه بالنسبه لتدخل بعض الاعضاء في امور لجنه التطوير، وهذا لم نرضاه انا والمجموعه اللي معايا اللي كنت رؤوسها وكنت اشرف الاساتذه. عشان كده اعتقد ان الامور لا
ادخل في سبل الاداره والتفكير، كلها امور شخصيه، كلها حسابات شخصيه. انا هبقى اجيب لك الكراسه بتاعه الطرح او بتاعه التطوير بالنسبه لكل الانديه المصريه، بالنسبه لرخصه الاحتراف وبالنسبه للملاعب المصريه. الملاعب المصريه على فكره يمكن احنا عملنا حاجه مهمه جدا، بدايه من اسف من التواليت بتاع الملاعب، نهايه بذوي الاحتياجات الخاصه يخش ازاي الملاعب المصريه. عملنا كل هذه الامور ولم يؤخذ بها، لم يعتدي بها، وده واضح من ايه؟ هناك تفكير اخر غير تفكير كره القدم. باذن الله لما ارجع بس من مصر لمصر الفتره الجايه هبعت لك الكراسه او المنشور نفسه عشان تقراه وتطلع عليها يا استاذ. باذن الله كابتن خالد بيومي الناقد الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، والمحلل الرياضي الكبير من خلال رايك بصوتك. طيب منتخب مصر 95 ايه موقفه بعد ما المنتخب لم ينجح في التاهل لبطوله امم افريقيا، وبالتالي لن يشارك اللاعبون في بطوله كاس العالم المقبله، ويمكن ده ما حصلش في تاريخ مصر ان احنا ما وصلش لامم افريقيا. موقف الفريق ده ايه؟ اللاعبين دول هيتم الاعتماد عليهم ولا خلاص كده فرصتهم ضاعت، وعقبال ما يتم الاعتماد عليهم مع منتخب الاولمبي او مع منتخب اول هيكونوا لاول مره بيلعبوا في وقت بيلعب فيه كل اللاعبين في بطوله او في القاره الافريقيه، سابقينهم باجيال، سابقينهم بمراحل وفي معسكرات وفي دول اوروبيه ودول افريقيه بيلعبوا على كل الاصعده وكل المنافسات. منتخب مصر مواليد 95، الكابتن محمد فاروق مدير المنتخب كان هيبقى وهيبقى معانا دلوقتي حالا. كابتن محمد تحياتنا ليك. تحياتي ليك يا هاني، ازيك، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن فاروق؟ معلش استضعت، انا ما سمعتش، معلش انا اسف. انا برحب بيك كابتن فاروق ولسه هبدا بقى اوجه اسئله. ربنا يخليك يا هاني، ربنا يخليك، ربنا يخليك. كابتن فاروق، منتخب 95 من وجهه نظرك كده وانت اكتر واحد ممكن تقول لنا اسباب عدم نجاحه في التاهل واسباب عدم نجاحنا بشكل عام في الكره المصريه حاليا، اللي وصلتنا لمنتخب مصر للمره الثالثه على التوالي ما بيوصلش لامم افريقيا او بيقترب من عدم التاهل. ثاني يعني انت زي ما بتقول كده، احنا هنتكلم بشكل عام لان هي كلها بتصب في مصلحه واحده، هي مصلحه الكره المصريه. يمكن زي ما بيقولوا كده الكريمه بتاعت الكره المصريه هو المنتخب المصري الاول. منتخبات الناشئين كلها لما بتبتدي تشتغل، سواء من وانت بتتكلم من 16 سنه اللي هو كان منتخب 98 ومنتخب 95، عشان في الاخر يجي يصب في مصلحه الفريق الاول. لا احنا هنتكلم طبعا الكره المصريه واجهت مشاكل كتير الفتره الاخيره، منها طبعا التوقف لفتره طويله عن اداء نشاط الكوره من خلال مسابقات الدوري ومسابقه الكاس، فده بالتالي اثر بشكل كبير. فبالتالي اللعيبه اللي بتطلع من خلال الدوريات دي والقطاعات، بطوله القطاعات والجمهوريه الناشئين ما بقتش موجوده، فبالتالي ما هتلاقي صعوبه في اختيار افراد لمنتخب مصر في الناشئين، فبالتالي الشخصيه او اللعيب الدولي بقى ناقص قوي في الفتره الاخيره. عشان كده لما جه الكابتن حسن شحاته يدور بشكل كبير عن اللعيب ده او الخاصيه دي عند اللعيبه اللي في موجوده في مصر، لقاها معدومه تقريبا تماما. فكان في صعوبه طبعا في ان المنتخبات دي كلها توصل نتيجه الاحداث اللي حصلت لمصر في 3 سنين اللي فاتت وتوقف الدوري الفتره الاخيره. طيب يعني ما فيش رؤية يا كابتن فاروق برضو فيما يخص إدارة المنتخبات أو الإدارة بشكل عام، مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عنده رؤية إن المنتخب مواليد 95 أو مواليد 98 دول في يوم من الأيام هيبقوا هم النواة اللي هيبدأ عليهم أو هيعتمد عليهم المنتخب الوطني الأول؟ كلام مظبوط، يعني كلامك مظبوط يعني. طبعا بص أنا زي ما بقول لك كده، إحنا كل المنتخبات دي بتشتغل عشان في الآخر خالص تلاقي، تقدر تلاقي اللعيب اللي يشتغل مع الفريق الاول. لكن طبعا احنا كجهاز فني كنا موجودين واداري، احنا يعني مهمتنا كانت ان احنا نوصل بكاس الفريق لكاس الامم، وده ما حصلش. لكن في الاول في الاخر اللي بيصدرهم في الاخر هو اللاعبين، اللي جزء كبير منه بيتسرح سواء بقى بيروح مع 2 أو 3 بيروحوا المنتخب الاولمبي، والباقي تقريبا خلاص يبقى مشاركته معدومه. لكن احنا بنقول في وقت من الاوقات ان في مواهب بتبان في توقيت معين، او مش لازم تظهر في السن ده بالذات، يعني ممكن قدام شويه ممكن الموهبه دي لو كانت استمر وجودها في المنتخب او وجودها مع ناديها اعتقد ان هي ممكن تبان. يعني زي مثال كابتن محمد ابو تريكه ما كانش بيشترك مع المنتخبات الاولمبيه والشباب، لكن ظهر في وقت من الاوقات كنجم كبير
مع منتخب مصر اول في سن. ما هو المشكله كابتن فاروق ان جيل محمد ابو تريكه وفي الفتره بتاعت محمد ابو تريكه مختلفه عن الفتره الحاليه. دلوقتي بقى الموضوع فعلا ماشي بشكل علمي، ان اللاعب ده لعب كام مباراه وقدر ان هو ياخد مهاره غير الموهبه اللي هو اللي هي عنده اساسا، مهارة اللعب مع منتخبات أو مع مدارس مختلفة، مهارة إن هو لعب في مرحلة عمرية معينة اكتسب فيها خبرة، والخبرة دي لو ما خدهاش في المرحلة دي مش هياخدها في المرحلة التالية. فالجيل بتاع محمد أبو تريكة حتى ولو على بعد 6 أو 7 سنين بس، فعلا الست أو سبع سنين دول حصل فيهم اختلافات كتيرة قوي. فلو ضيعنا دلوقتي جيل 95 هنضيع فعلا خلال 5 أو 6 سنين جايين. ما فيش شك يا هاني ان الاسلوب العلمي ده مهم جدا، وده يعني عايز اقول لك ده اهم حاجه المفروض نبتدي بيها بقى او نشتغل فيها. احنا ضيعنا كتير بجد. انت مش هتلاقي جيل زي جيل كابتن عمر ابو تريكه وبركات ده، احنا انا بقول عليه جيل فلسه. جيل كده يعني بعد انتظار للمصريين ان يلاقي في يوم من الايام جيل ياخد بيه 3 بطولات افريقيه. لكن في الاول وفي الاخر احنا لازم نفكر ايه اللي قدام، ايه اللي ممكن تعمله فعلا عشان ما يتكررش ان يبقى عندك اخفاقات في منتخبات مصر كلها من الناشئين للفريق الاول. ده اللي احنا نتمناه، والحل هو التخطيط بشكل سليم. طب تفتكر يا كابتن فاروق اللاعبين اللي انت بتقول ان هم يتم تسريحهم دلوقتي، او 2 أو 3 بس منهم هم اللي يروحوا للمنتخب الاولمبي، اللاعبين الاخرين هل ممكن يتم عمل معسكرات ليهم، يتم تدريبهم حتى لو مش هيشاركوا على مستوى القاره او على مستوى مباريات رسميه، ولا ده صعب وتكلفه على الفاضي هتبقى من وجهه نظر الاتحاد؟ بص يا هاني، لما هنبص للدول الاوروبيه بتشتغل ازاي، حتى في الانديه بتلاقي الفريق الاول بيبقى ليه فريقين، فريق الريزيرف وفريق الاي او البي زي ما بنقول يعني. فبالتالي انت 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 لو عملت حاجه زي كده حتى في الانديه، يعني لازم الاول اتحاد الكره يبتدي يقرر ان يبقى في مثلا دوري للفريق دي مثلا، او يعني لو الفكر ده موجود. ده في حد ذاته انت ما بتمشيش بقى اللعيبه، يعني انت احنا لغينا الفريق ب 93، فبالتالي انت عندك مجموعه كبيره من اللعيبه سنها سن كبير المفروض دول يبقوا موجودين مع الانديه بتاعتهم السنه الجايه، ما بقوش موجودين. فلو كان في يعني دوري للفرق دي، او لو عملنا البي مثلا الفريق الاي والبي، ده كان هتفرق كتير قوي للعيبه اللي دلوقتي مش لاقي انديه تروحها. في نفس الوقت انت 95 السنه الجايه هيبقى نفس الموقف يا هاني، يعني مش هيبقى ليه دوري، مش هيبقى فيه دوري، هيخش في مرحله يعني. ده الفكر. لكن بالزبط. يعني في مجموعه كبيره من اللعيبه نتمنى ان شاء الله نستفاد بيها الفتره الجايه، سواء بقى الجاية يعني احنا انا مش بتكلم عشان انا موجود جوه الجهاز، لكن في فعلا مواهب نقدر نستفاد بيها. واعتقد ان في مجموعه ظهرت مع النادي الاهلي، محمد هاني ورمضان صبحي وهاب الريان ونصر مير ومجموعه كبيره للنادي الاهلي بيستعين بيها دلوقتي. مظبوط. ويمكن زي ما انت بتقول يا كابتن فاروق ان الموهبه بس مش هي اللي هتفيد قد ما لابد من الاهتمام بيها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد فاروق المدير السابق لمنتخب مواليد 95. طيب اتحاد الكره في منصب اسمه منصب المدير الفني لاتحاد الكره، وهو بيشغله حاليا مدير فني لاتحاد الكره كبير، اسم كبير جدا من نجوم الكره المصريه في الفترات الماضيه وحاليا حتى في عصر التدريب. طيب الناس بتسال اتحاد الكره يعني ايه مدير الفني لاتحاد الكره، ايه اللي بيعمله، وهل المنصب ده هو المسؤول حاليا عن ان هو يعيد الرياضه المصريه الى منصبها او الى مكانها المرموق، خاصه ان احنا بنتكلم بقى على كل الاتحادات او على كل المنتخبات لمدير فني للاتحاد. معانا على التليفون الكابتن فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكره المصري. كابتن فاروق تحياتنا ليك. اهلا بيك يا كابتن تحرير. الحمد لله، وحشنا كابتن فاروق. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يكرمك. كابتن فاروق، الرياضه المصريه حاليا من وجهه نظرك كمدير فني للاتحاد، شايف ان هي بتمر بازمه على صعيد المنتخبات المختلفه؟ طبعا اكيد بتمر بازمه. ايه السبب فيها يا كابتن فاروق؟ احنا بقى لنا دلوقتي 97 كوره بتتلعب من 2006 و2008 و2010 واحنا عايشين في استقرار فني، لكن ما كانش فيه، كلنا باصين للفريق الاول وما كانش فيه تفكير في مستقبل الكوره وازاي هتدعم المنتخبات وازاي المراحل السنيه وازاي يبقى عندك فريق منتخب على مستوى الشباب وعلى مستوى الاولمبي، يبقى عندك فرقه ثانيه. فالكلام انا يعني شايف يعني الكلام واللغه بتاعت الكلام مش مظبوطه، يعني مش لغه الناس عايزه تحل بيه. يعني انا اللي انا شايفه اللغه اللي بتتقال دلوقتي لغه صعبه قوي. انت مرينا بظروف وقالنا 3 سنين الكره عطلانه،
ما عندناش مسابقات، ما عندناش ناشئين، ما عندناش دوري عام، ما عندنا. فاحنا يعني مش عارفين احنا بنبص من فوق ولا احنا عشان نقوم تاني لازم نقوم من تحت. تمام. طيب عشان نقوم من تحت ايه البرامج يعني الموضوعه يا كابتن فاروق حاليا ان احنا نبدا بقى نبص من المنتخبات من تحت؟ يعني ايه البرامج الموضوعه حاليا ان احنا نبدا من تحت زي ما او ما يحصلش زي ما كنا باصين بس على المنتخب الاول؟ كل البرامج اللي احنا حطينا برامج زي ما الفيفا قايلنا، مراحل التكوين، مراحل الناشئين، مراحل الشباب، مراحل الاولمبي، كل الكلام ده المراحل لغايه الفريق الاولمبي. هو ده البرامج اللي عندنا، البرامج اللي معانا دي كل العالم ماشي بيها. نعم. لكن احنا عايزين ننفذ البرامج دي في مصر، ما بننفذهاش. ايه السبب يا كابتن فاروق في عدم تنفيذها؟ يعني مفيش. انت جينا لقينا المنتخب الناشئين، كل منتخبات الناشئين مسكينه. يعني كل واحد مدرب ماسك فرقه. اتحاد الكوره كان عين. الحاجه الثانيه جينا لقينا المنتخب الاولمبي مسكن، الفريق الاول مسكن، طبعا انت رجع الشاطئيه مسكنه، الاندور اللي هو الصالات متسكنه بمعنى يتم اختيار مدير فني ليها عشان تشتغل. نعم. متسكنه بمعنى ان في مدير فني هو المسؤول عنها، يعني كل فرقه مسؤوله عنها. وانا من يوم ما جيت السلام حطيت عملت برامج، ورحت ورش عمل للفيفا، وسافرت ورحت جوهانسبرج، رحت تونس، رحت المغرب، سافرت لفيت البرامج اللي شغال بيها العالم ازاي. للاسف ان احنا جينا كل مدير فني حاطط برنامج انا كان ليا تحفظات عليهم كتير جدا 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 في الموضوع ده. لكن طيب. انا كان في نفس الوقت ما اقدرش اعمل حاجه، مش هقدر اقول لاتحاد الكره ماشي مدير فني وهو شغال. طيب دلوقتي ده ممكن يبدا بعد كده. كابتن محمد فاروق كنت بتقول له مواليد 93 دولت اللعيبه دي او لغينا احنا البطوله بتاعه 93. طب انا عايز اسالك سؤال، الفرقه اللي كنت بتلعبها متوسط الاعمار اللي كنت بتلعب السنغال امبارح، متوسط الاعمار عندها كام سنه؟ لا مش كبير. هل انت بترضى ان رامي ربيعه وتريزيجيه وأوباما وبامبو وكل اللعيبة دي اللي أنا بتكلم عليها، اللعيبة اللي هي اللعيبة الواحدة دي تلعب في دوري مثلا في منطقة القاهرة، هيلعب البساتين والسيدة ومش والمرج، وأنت بتتكلم على لعيب دولي عايز تصنع لعيب دوري وتعمل له دوري بالشكل ده، أو القاهرة هتروح تلعب إمبابة وميت عقبة وسين، هل ده يقدر يعمل لك منتج او يعمل لك؟ اكيد لا. طيب الحل ان اللاعبين دولت يتم وضعهم في معسكرات يا كابتن، ويتم تسفيرهم وتخريجهم وان هم يلعبوا مباريات خارجيه، ده الحل ولا ايه الحل من وجهه نظرك؟ لا، الحل ان انا اعمل دوري اسمه الدوري المرتبط، لما كل العالم ماشي الدوري المرتبط زي ما في دوري عام في الفريق في الف، وفي أيوه. دوري عام في ب في المراحل السنيه من 95 و97 و98 و99 و2000، يبقى في لازم دوري يواكب طموحاتك انت عايز ايه. لكن اللي انا شايفه، لا يعني انا من وجهه نظري اللي انا شايفه كان اتعملت المواضيع دي كلها اتعملت وبدانا نشتغل فيها من السنه دي، لكن السنه اللي فاتت انا ما كنتش، يمكن الدوري المرتبط لسه بقالنا ده ثالث اسبوع فيه. من قبليها ما كانش في دوري مرتبط، كان دوري مناطق، المناطق انت عارف المناطق ضعيفه يعني. أي. ما الناس جت تقيم رامي ربيعه، كان بتتفرج في الاول خالص لما جاي رامي ربيعه، فالناس كان بتقول ده لعيب دولي، وده لعيب، ورامي ربيعه من اللعيبه الكويسه، اللعيبه اللي عندها قدرات عندها امكانيات، فاتفرجوا كان راحوا مدينه نصر بيتفرجوا على رامي ربيعه النادي الاهلي بيلاعب فرقه، مش فرقه اللي هي في حلوان، فرقه من حلوان مش عارف اسمها بالظبط، فرقه من حلوان. يعني هم الناس استغربت ان الدوري ضعيف كده، طب انت عندك دوري ضعيف مش هيطلع لك منتخب قوي. مزبوط. وبالتالي مش هيطلع لك لعيب قوي. والدوري العام المصري السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليه، يمكن السنه دي بقى كويس، السنتين اللي كان المجموعه ومجموعتين والدوري مش واقف، دي برضه فتره اثرت بشكل كبير على اداء المنتخب، 7-8 اشهر الدوري واقف. بتوصل للمرحله انت ما عندكش، ما تقدرش تعمل فرقه، ما تقدرش تعمل صف ثاني، ما تقدرش تعمل مباريات. يعني ما بتيجي، يعني انا طلبت ان الدوري في الاول خالص، ما طلبت ان الدوري يتوقف يتلعب قبل مباراه تونس والسنغال، مباراه السنغال وتونس يتلعب يوم 14/8، قالوا لا الفرقه مش مستعده.
قبليها جيت قلت بعد الاسبوع قبل الاسبوع السابع الدوري يتوقف عشان المنتخبات تشتغل. لا قال لا الدوري العام يبوظ الدوري العام يتوقف. طب كابتن فاروق هل فكرت في الاستقاله بما ان مطالبك وكمدير فني لاتحاد الكره؟ انت في النهايه يا كابتن عايز منتخب، انت عامل دوري عام ليه؟ على مستوى سواء القطاعات على سواء المناطق سواء الدوري الممتاز الدوري ليه؟ انت الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان تبقى عندك منتخب. يعني طيب يعني بس طلباتك دلوقتي كمدير فني لاتحاد الكره عندك منتخب يعني طلباتك كابتن فاروق السنغال متوسط العمر 23 سنه. يعني متوسط العمر زي ما حضرتك بتقول مواليد 93 ومواليد 94 ومواليد 91 و92 هم دولت القوام الاساسي بتاع الفريق السنغال. طيب يعني مطالبك كمدير فني لاتحاد الكره يعني كابتن فاروق لم تنفذ، ف يعني فالهدف وحقيقي ليك رؤيه، فايه ايه ايه يعني ايه الداعي بقى من وجود الخطط ما دام مش هتنفذ؟ انا ما فيش حاجه والله، انا بتكلم انا ما فيش حاجه قلتها وحذرت قبليها وقلت يا جماعه نعمل في مجلس اداره، بحضر مجلس اداره عايزين نعمل كذا فما ينفعش كذا، التاريخ ده مش مناسب، الدوري العام يعني بنبداه بعد مباراه تونس هيكون اتغلبنا، قلت كده ولكن يعني كده بلا فائده. ولكن للاسف يعني انا كنت اتمنى ان يكون الاجهزه الفنيه واخده نفس الخط بتاعي. تمام. لكن الاجهزه الفنيه ما بتوافق. طب الاجهزه الفنيه طالما بتوافق يعني ما خلاص، لو انا قلت بقى لو انا خدت الموقف ده يبقى انا بقى بحاربهم او انا واقف ضدهم، لكن انا قلت لا الدوري يا جماعه لازم يبتدي 14/8 لازم الدوري العام يبتدي، وبتقول في الجرايد وبتقول في التلفزيون الدوري يبتدي 14، احنا عندنا السنغال وتونس المجموعه دي جامده. تمام كابتن فاروق جعفر المجموعه ضعيفه لاتحاد الكرة، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق بإذن الله في الفترة المقبلة. يعني اتحاد الكرة لو هو شايف ان المنصب بلا أهمية له فهو واضح ان هم عاملينه علشان الفيفا بيقول لهم اعملوا منصب مدير فني لاتحاد الكرة، ما بياخدوش بآرائه زي ما بيقول لنا كابتن فاروق جعفر. ففكرة ان كمان يبقى في تنسيق بين المنتخبات، اياكس بالمناسبة اياكس الهولندي كل الأعمار السنية من اول وهم عندهم 5 سنين او 7 سنين بيلعبوا عاملين الخطة كلها 4-3-3، ده بس مثال سريع، كلهم بيلعبوا كده عشان لما يدخلوا الفريق الأول بعد سنتين أو بعد 4 أو 5 سنين يبقوا بيلعبوا بيتحطوا كده في مكنة شغالة ترس يدور بدون أي عناء، المدير الفني للفريق الأول ينافس ويؤدي جدا مع لعيب لسه طالع مباشرة. تعليقات كتير قوي جات لنا على فيسبوك بنشكركم كلها، جت ما بين اقتراحات كلها شايفة إن الكابتن شوقي غريب يمشي، اقتراحات إن مانويل جوزيه يجي ويبقى في معاه ميدو مدير او مدرب عام وابو تريكه يبقى في الجهاز الفني، دي بعض الاقتراحات، مانويل جوزيه او حسام البدري او حسن شحاته لو وافق، طارق العشري لو وافق، فتحي مبروك، حسام حسن، فتحي مبروك، دي كلها اسماء اقترحها مشاهدونا على صفحتنا على فيسبوك. بكره ان شاء الله حلقه جديده من رايك بصوتك قبل دلوقتي بساعه وهتكون عن القطن المصري، نشوف اسئلتنا كالتالي. هل زيادة الدعم شفنا الأسئلة دي هتكون مطروحة بإذن الله عليكم من دلوقتي ولحد بكرة قبل حلقتنا مباشرة عشان نبدأ نقرأ تعليقاتكم المختلفة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل رأيك بصوتك، إلى اللقاء.